السلام عليكم، أهلا بكم في قناة نوافذ التعليم. هذا الدرس 19 من كورس المحادثة باللغة التركية. في هذا الدرس استخدمنا زمن الماضي للأفعال وزمن الماضي للأسماء والصفات، وكذلك استخدمنا زمن المستقبل ضمن نص يتكلم عن السيدة خديجة التي ذهبت للسوبرماركت لكي تشتري بعض الأمور لضيوفها الذين سوف يزورونها في المساء. كل ما هو عليكم أن تكونوا صبورين وتشاهدوا الدرس إلى النهاية. بداية إليكم هذه الكلمات التي تستخدم بشكل شائع في اللغة التركية، سواء كنت في المطعم أو حتى إن كنت في المنزل، فهذه الكلمات تستخدم كل يوم ضمن المحادثات اليومية في تركيا. الكلمة الأولى إكمك، إكمك أي الصمون. الكلمة الثانية بسكوفي، بسكوفي البسكويت. الكلمة الثالثة يورت، يورت اللبن. الكلمة الرابعة أيران، أيران الشراب الذي يتم خلط الماء مع اللبن، تسمى بشنينة، وأيضا هناك من يسميها لبن. الكلمة الخامسة ماكارنا، ماكارنا المعكرونة. سادسا بينير، بينير أي الجبن. سابعا شكر، شكر أي السكر. وسابعا إت، إت هنا إت يعني لحم. و الثامنة زيتين، زيتين أي الزيتون. تاسعا يا، يا أي دهن. عاشرا طافوك، طافوك أي دجاجة. الحادي عشر يمرطا، يمرطا أي البيض. الثانية عشر أون، أون فأون هي الدقيق الأبيض أو الطحين، أون. الثالثة عشر بالك، بالك أي السمك. الرابعة عشر ميفي سويو، ميفي سويو ميفي يعني فاكهة، وسويو هنا يعني ماءها فيقصد بالعصير. الخامسة عشر بيرينج، بيرينج بيرينج يعني الرز ولكن غير المطبوخ، بيرينج. أما المطبوخ تسمى ببيلاف، وهي الكلمة التي في السادسة عشر بيلاف أي الرز المطبوخ. السابعة عشر كولا، كولا أي الكولا المشروب الغازي. الثامن عشر والأخير سوت، سوت أي حليب. فمهم جدا أن تعرف هذه الكلمات لأنك ستحتاجها إذا كنت في تركيا لأجل سياحة، أو إذا كنت هناك تعمل في مطعم، أو حتى إذا كنت في البيت. لننتقل إلى هذا النص التعبيري الذي يتكلم عن السيدة خديجة المتواجدة الآن في الماركت. هاتيجة هانم سوبر ماركت أي السيدة خديجة في السوبر ماركت. بداية كالعادة سأقرأها لكم وبعدها سأترجمها وأوضح الأمور اللازمة. بوغن جنلردن بازار. هاتيجة هانم مطفاكتا. أو çok telaşlı. Çünkü akşam onun misafirleri var. Onlar akşam yemeğine gelecekler. Hatice Hanım buzdolabını kontrol etti ve bir alışveriş listesi yaptı. O öğleden sonra markete gitti. Önce sebze reyonuna uğradı. Domates, salatalık, patates ve soğan aldı. Daha sonra meyve reyonuna uğradı. Elma,
portakal, kivi ve üzüm aldı. Hatice Hanım daha sonra et riyonuna uğradı. Et fiyatlarını kontrol etti. Et çok pahalıydı. Bu yüzden yarım kilo kıyma aldı. Hatice Hanım en son yiyecek ve içecek riyonuna uğradı. İki ekmek, bir paket makarna, bir kolye yumurta, süt ve meyve suyu aldı. Hatice Hanım bu alışveriş için 60 lira harcadı. فهذه كانت كل ما يتعلق بهذا النص. والآن لننظر إلى المعاني ونشرح بعض الأمور. فالعنوان كما ترون هاتيجة هانم سوبر ماركت أي السيدة خديجة في السوبر ماركت. بوغن جنلردن بازار. اليوم من الأيام أحد. هاتيجة هانم مطفقتا. السيدة خديجة في المطبخ. أوه çok telaşlı. هي مرتبكة جدا فتلاشلي تعني عجولة أو متهيجة لها قلق ما فلننظر لماذا لديها هذا القلق لماذا هي تلاشلي çok telaşlı çünkü لأن akşam onun misafirleri var لأن akşam في المساء onun misafirleri ضيوفها var يوجد أي لديها ضيوف في المساء ولذلك هي çok telaşlı onlar akşam yemeğine gelecekler هم onlar akşam yemeğine أي للعشاء فأكشام يمي العشاء بإضافة اللاحقة إي تعطي لها المعنى إلى والحرف ني طبعا هو لمنع التقاء حرفي علة فلذلك أكشام يمينا جلجك له هنا تأتي بمعنى سيأتون إلى العشاء أو إلى الوجبة التي تؤكل في المساء جلجك لر أونلار بعدها هاتيجة هانم بوزدولابını كنترول etti أي السيدة خديجة اطلعت على الثلاجة أو لنقول شيكت الثلاجة بوزدولابını كنترول etti فكنترول etmek يعني الاطلاع بالعامية كما يقال تشيك مراجعة الأمر ماذا يوجد فيها كفحص بعدها وبير alışveriş listesi yaptı أي عملت لستة التسوق alışveriş listesi أي لستة التسوق yaptı عملت o öğleden sonra markete gitti هي o öğleden sonra yani ma ba'da zuhur öğleden sonra markete gitti market yani el market markete ila el market idan zahabat ila el market gitti zahabat önce evvelen au bidayatan sebze riyonuna uğradı zahabat ila kısım el khidar el khadrawat riyonuna uğradı fehuna uğradı mazdaruha uğramak يعني مرور تذهب وإلى آخر من هذه الكلمات ومرادفها دوماتيس سلطلق باتاتيس وسوان ألد دوماتيس الطماطة سلطلق الخيار باتاتيس وسوان البطاطا والبصل ألد اشترت دها سونرا وبعد ذلك دها سونرا ميفر يونونا أوراد أي مرت إلى قسم الفواكه meyve riyonuna uğradı. Elma, portakal, kivi, elma, tüfah, portakal ve el kivi ve üzüm ve el inab aldı. İştarat. İştarat hadil fevâkeh. Tamam, kulla fi zaman el mâzi dı. El lâhika dı yetâbi al zaman el mâzi ve şerahna fi dersi tam min el kavâid. Ba'daha Hatice Hanım el seyyide Hatice daha sonra ve ba'da zalik et riyonuna uğradı. Ey marrat ila kısım el-lahum, el-lahm. Et fiyatlarını kontrol etti. Ey çeyyeket es'ar el-lahm ev nazarat ileyhe ittala'at ala es'ar el-lahm. Et çok pahalıydı. El-lahm çok pahalıydı. Ey كان غالي جدا أي كان اللحم غالي جدا إت لحم çok
جداً كثيراً pahalı idi. وهنا كما تلاحظون لدينا اللاحقة د وقبلها أتت الحرف ي وشرحنا سبب ذلك في الدرس التاسع من كورس قواعد اللغة التركية عندما تكلمنا عن كيفية جعل الأسماء في زمن الماضي. بعدها bu yüzden ولهذا السبب أي لأنها غالية جدا bu yüzden لهذا السبب yarım kilo نصف kilo قيمة aldı قيمة اشترت أي ولهذا السبب اشترت نصف كيلو القيمة أي نصف كيلو من القيمة. هاتيجة هانم en son yiyecek ve içecek riyonuna uğradı أي السيدة خديجة آخر شيء en son آخرا yiyecek ve içecek riyonuna uğradı أي مرت إلى قسم المأكولات والمشروبات yiyecek ve içecek yiyecek المأكولات içecek المشروبات iki ekmek أي صمونتان بير باكيت ماكارنا باكيت من المعكرونة بير كولي يومورتا طبقة بيض سود و ميوه سويو ألد الحليب والعصير اشترت صمونتان وباكيت معكرونة بير كولي هنا كولي كربطة أو طرد يومورتا بيض سود و ميوه سويو ألد أي اشترت كل هذه الأمور في قسم المأكولات والمشروبات. وأخيرا هاتيجة هانم بو alışveriş için 60 ليرة harcadı أي السيدة خديجة لأجل هذا التسوق بو alışveriş için يعني لأجل بو alışveriş هذا التسوق 60 ليرة harcadı صرفت 60 ليرة. فهذه كانت كل ما يتعلق بالسيدة خديجة عندما ذهبت للتسوق. والآن سأعطيكم بعض الأسئلة التي ستفيدكم جدا أثناء التسوق. السؤال الأول ماركتان نلر ألدن أي ماذا اشتريت من الماركت؟ ماركتان نلر ألدن مثلا الإجابة ماكارنا المعكرونة بيرينج التمن أو الرز الغير المطبوخ طبعا شكر السكر وريتشال ألدن ريتشال هنا يعني المربى. السؤال التالي بير كيلو زيتين كاش ليرة؟ الإجابة مثلا بير كيلو زيتين 8 ليرة. بعدها مثلا تريد أن تسأل عن سعر باكيت من المعكرونة بير باكيت ماكارونا كاش ليرة؟ أي كم سعر باكيت معكرونة؟ فرضا هي بليرة واحدة بير باكيت ماكارونا بير ليرة أي باكيت معكرونة بليرة. السؤال التالي هذا السؤال ربما ستسمعه من البائع فنال ماكستيورسونوس أي ماذا تريد أن تشتري أو ماذا تريد أن تأخذ؟ ربما ستريد بير كوتو سالتشال ماكستيوروم أي أود قوطية أو علبة سالتشا المعجون الماكستيوروم شراء أود شراء علبة المعجون طبعا هنا معجون الطماطم. السؤال التالي ربما سيسألك البائع ne kadar peynir almak istiyorsunuz? Ne kadar أي كم peynir almak istiyorsunuz أي كم المقدار من الجبن peynir تود istiyorsunuz almak الشراء مثلا نصف كيلو yarım kilo peynir almak istiyorum أود شراء نصف كيلو من الجبن. وآخر سؤال كافالتلك مازمالرة كاش ليرة أددن مثلا يسألك شخص ما كم دفعت لأجل مستلزمات الفطور الوجبة الصباحية كافالتلك مازمالرة وهنا أددن مصدر فعلها أدمك أي دفع. الإجابة مثلا كافالتلك مازمالرة 30 ليرة أددن أي دفعت لأجل مستلزمات الفطور 30 ليرة. طبعا هذه الأسئلة وضعتها لكم هنا تستطيعون أن تغيروا الأمور التي تحدثنا عنها مثلا تحدثنا عن الجبن أو سألنا عن سعر شيء ما أن تستطيع أن تستبدل ذاك الشيء وتضع مكانها الأمور والأشياء التي تودها أنت عندما تريد أن تستخدمها في اللغة التركية.
فإلى هنا نصل إلى خاتمة الدرس. أحيي كل من وصل معي إلى هذه الدقيقة، وأشكر كل الذين يدعمون القناة ويشاركونها مع أصدقائهم. نلتقي في درس لاحق، واستودعكم الله.